ملف الإسكان كمان من الملفات المهمة جدا جدا. يمكن سيادة الرئيس في أكثر من مناسبة وأكثر من فعالية قال اللي عايش شقة هيكون له شقة، مفيش مواطن هيبقى عايز شقة مش هيحصل عليها. شفنا العديد من المبادرات، شفنا مشروعات كتير جدا جدا تم طرحها في الفترة الأخيرة، سواء بقى كانت للإسكان المتوسط اللي تم طرحها في 15 مدينة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وده طبعا في إطار التيسير على كل المواطنين للحصول على الشقة اللي هم عايزينها بكل التسهيلات على فترات طويلة جدا، أو حتى على مستوى شقق الإسكان كمان الاجتماعي. ده طبعا يعني جهود كبيرة جدا بتبذلها الدولة علشان توفر الشقق دي بأسعار وتسهيلات تكون مناسبة لكل المواطنين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر على كل المدن الجديدة، المشاريع الخاصة بالإسكان، سواء كان بنتكلم على إسكان متوسط أو إسكان اجتماعي. معانا على التليفون الدكتورة نهى نبيل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح النور، أخباركم إيه؟ الحمد لله، أهلا بحضرتك. وخلينا نتكلم على نجاح الدولة المصرية. الحقيقة احنا شايفين طفرة في ملف الإسكان، ملف خصوصا الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط. يمكن سيادة الرئيس يعني أشار إن ما فيش حد هيبقى عايز شقة مش هيحصل عليها. كيف تثمني هذه الجهود على أرض الواقع؟ حقيقي هي الدولة المصرية دلوقتي فعلا فاتحة كل الملفات، ومصر بتقود يعني قاطرة للتنمية غير مسبوقة، وده حقيقة. ومن أهم الملفات دي فعلا ملف الإسكان، لأنه كان ملف يمكن فيه قصور كبير جدا. إحنا كان عندنا عجز كبير جدا في وحدات الإسكان، وده كان كلنا ملاحظينه، كلنا عايشين في البلد بقالنا سنين شايفين إنه الناس فعلا عندها مشاكل كتيرة جدا في انها تقدر تلاقي وحده سكنيه مناسبه لدخلها. عشان كده الدوله متبنيه الملف بشكل كبير جدا. و طب خلينا نتكلم من ناحيه التخطيط. حضرتك استاذه بقى في التخطيط العمراني، وكان من ضمن المشاكل دايما في موضوع الاسكان ان كان بيبقى في مدن جديده، وهذه المدن تعتبر مدن مهجورة، لأن كان صعب جدا أن هو الناس تروح أو تصل لهذه المدن بسهولة، عدم توفر أي نوع من الخدمات، عدم توفر مدارس، عدم توفر مواصلات. دلوقتي حضرتك شايفة النقلة بقى أن هو عدد كبير من المدن، بنتكلم في أكتر دلوقتي من 15 مدينة من اللي احنا بنتكلم عليهم فيها إسكان متوسط، وفي نفس الوقت التسهيلات بقى سواء كانت في الخدمات الخاصة بالمدن، وسائل المواصلات المختلفة. هو بالظبط كان من ضمن المشاريع المهمة جدا كانت مشاريع الطرق. كان بيبقى العائق الأكبر دايما مع وجود مدن جديدة موجودة دايما هو صعوبة الوصول إليه، وده ما كانش بيخلي المدن دي تقدر إنها تشتغل بالشكل المناسب أو إنها تكون جاذبة للسكان بشكل مناسب. النهاردة مع وجود قائمة من المشروعات اللي موجودة، سواء كانت المشروعات بقى عندنا النهاردة المونوريل بيتعمل، عندنا القطار الكهربائي السريع بيتعمل، مجموعة كبيرة جدا عندنا الطريق الإقليمي الدائري الإقليمي الثالث، مجموعة الطرق والمشروعات الكتيرة دي قدرت إنها تربط المدن الجديدة اللي على أطراف واللي كانت بعيدة شوية عن القاهرة بالقاهرة بشكل ملائم جدا. ده غير إن إحنا مش بس مشروعات الطرق، ده إحنا بنتكلم من العاصمة الإدارية حيث لها كل الوزارات وكل السفارات، فالناس نفسها شغلها هيبقى قريب من الأماكن دي. مع ده كله بيتواكب مع طرح مجموعات كبيرة جدا من الوحدات السكنية في كل المدن دي. طيب دكتورة نهى، صباح الخير طبعا الاول على حضرتك. يمكن احنا دلوقتي يعني زمان زي ما حضرتك اشرتي كان الشغل الشاغل لاي مواطن رب اسره او شاب مقبل على الزواج ان هو يحوش فلوس عشان يجيب شقه، وده كان بيبقى اقصى طموح لانه الموضوع كان بيبقى صعب جدا. دلوقتي زي ما السيد الرئيس قال كل مواطن عايز شقه هنديله، وهناك العديد من الاجراءات والتسهيلات وبرامج التمويل العقاري للتسهيل على الاشخاص من مختلف الدخول ان هم يحصلوا على وحده سكنيه. هنا بنتكلم برضو مش بس وحده سكنيه يعني عمارات مترصصه جنب بعض وكتل خرسانيه، لا دي مدن جديده بيتم فيها مراعاه المساحات الخضراء والمناطق الخدميه والمناطق التجاريه بشكل منظم وبشكل يعني مخطط بشكل جيد جدا. خلينا نقف بقى عند فكره سهوله حصول المواطن الان على وحده سكنيه
خاصة مع تنوع المناطق وتنوع مستويات الإسكان بما يتناسب مع دخول أو الدخل لكل شخص. ما هي الإجراءات، ما هي التسهيلات التي قدمت إلى المواطن المصري لتسهل عليه الحصول على وحدة سكنية؟ الإجراءات اللي مقدمة نقدر نقول دلوقتي إن مجموعة الوحدات السكنية اللي موجودة، أولاً الدولة بتطرح شقق سكنية بمساحات كتيرة مختلفة. التنوع في حد ذاته دي إمكانية. إن أنا أديك الوحدة من 60 متر وال 70 متر وال 100 متر وال 120 متر بكل ما هو مناسب لدخل كل أسرة. إمكانات التسهيل وإن إحنا التمويل العقاري يبدأ يدخل بفايدة بتوصل ل 3% لهذه الوحدات السكنية، ده إمكانية بتساعد، لأن القسط النهاردة بيوصل ل 20 سنة وال 30 سنة. فبيقسط الشقة على مسافة، أنت مش مضطر إن أنت تحوش، لا أنت بتدخل في قسط مع الدولة كأنه داخل في إيجار جديد بيأجره وبيقدر يتملك وحدة. كل دي تسهيلات ما كانتش متوفرة، يعني القسط على 30 سنة أو إن أنا أدي كل المساحات على حسب الرغبة. يعني دايما كانت شقق الدولة في الإسكان بتتراوح ما بين 60 متر و 63 متر، والناس كانت دايما بتشتكي ان الشقق دي مسطحة صغير لان العيلة بتكون كبرت بعد فترة فبتبقاش مناسبة. النهاردة لا، في امكانيات لمساحات مختلفة، في امكانيات لتقسيط بطرق مختلفة. صحيح. وده أظن يا دكتور برضو تخطيط بعيد المدى لعدم تكون العشوائيات مرة أخرى. يعني هناك مجهود جبار الدولة قامت به فيما يخص التخلص من العشوائيات نهائيا بطرح البديل للمواطن المصري، وهي المجمعات أو المناطق السكنية الجديدة. بالضبط. العشوائيات في مصر كانت، احنا عندنا في القاهرة أو في اقليم القاهرة الكبرى كان في مناطق عشوائية كتير جدا، وده نتيجة ان احنا فعلا ما كانش في توفير لوحدة سكن مناسبة. فاللي معايا مبلغ صغير وعايش شقة كان بيضطر ان هو يوفرها في المناطق الغير رسمية والغير قانونية في عشوائيات، بعد كده بتمثل بعد فترة مشكلة كبيرة جدا للدولة. لكن النهاردة مع الدولة مش شغالة بس على اللاين ان هي بتوفر، او على الخط ان هي بتوفر شقق ووحدات سكنية جديدة فقط للي محتاج، ولكنها هي بتنقل كل المناطق العشوائية. ده مجهود اكبر. واضح ان كل المناطق بالتدريج، احنا في مناطق كانت بتشكل ازمة للقاهرة غير عادية. النهارده احنا كان عندنا دايما مشكله في الامتداد العمراني حتى في العديد من المحافظات، لكن دلوقتي حتى ده اتعمل حساب واتعمل العديد من المدن الجديده في كل محافظات مصر علشان طبعا ما يحصلش عشوائيات وتبقى الامتداد بشكل مخطط. كل الشكر الدكتوره نهى نبيل استاذه التخطيط العمراني بجامعه حلوان.